تابع والكتابة أنا كيف أفكر ما ممكن تحالف إلا مع التيارات السياسية اللي كانت قاسمة نفس المرجعية. أولا الحفاظ على هوية هذا البلد، ثانيا هذاك الدستور اللي توافقنا عليه في 2011 كما توافقنا عليه خصنا نحترمه، يعني كنقولوا المناصفة خصنا نديروه. القانون اللي داز البارح عاش بالمناصفة، القانون اللي داز البارح ضد الدستور. ملي كنقولوا الملك دار الظاهر ديال فصل المساجد على السياسة، فصل المساجد على السياسة. ملي كنقولوا بأن بلادنا خص يتمتعوا فيه النساء ديالو والشباب والأطفال ديالو بالحقوق ديالهم، يتمتعوا بها بالحقوق ديالهم، ماشي قولا، فعلا. لأن التحالف هو نديرو ولو مع الناس اللي كنختلفوا معهم، ولكن نديرو على حد أدنى معين اللي غيستافد منه الشعب. إلى هذا الحد الأدنى، هادشي اللي كنقول لك. إلا ما غاديش نستعرضوا الجميع، ما متفقينش كيفاش نهبطوا، إلا ما متفقينش على التعليم كيفاش نتحالف مع واحد رؤيته للتعليم ماشي هي هذيك، هو كيقرر لولاده فلان ديسيون وكيقول للشعب إوا قرا ماتيماتيك العربية، واش خويا تقرا أنت؟ واش خويا تقرا أنت؟ كيقول العباد الله ندير اللغة الفصحى. سول شي واحد منكم شكون هي ميك نسادو؟ لا جاوب دابا قردوها واش تبعت. لذلك ان بعدين اي بلاد باش تصلح التعليم ديالو هو الاول، غادي نجيو. ولذلك كنقول لك المشكل اللي وقعنا التحالفات اللي وقعت في التاريخ ديال هاد البلاد ما كانش فيها هذا الوضوح. إذا كان فيها هذا الوضوح كنا يكون زدنا القدام. كنقول أنا وهذا الحزب وهذا الحزب داخلة ها الرؤية ديالنا المشتركة لإصلاح التعليم، ها الرؤية ديالنا المشتركة لإصلاح الصحة، ها الرؤية ديالنا المشتركة لإدماج الشباب مع كامل الأسف. وقول لي شكون اللي دارها من الاحزاب؟ حنا غنديروا هذا غنديروا قبل الانتخابات، غنديروا قبل الانتخابات وخدامين عليه قبل الانتخابات، نخرجوا ها رؤيتنا للصحه، ها رؤيتنا للتعليم، ها رؤيتنا للشباب، ها رؤيتنا لكذا، من يقاسمنا هادشي؟ إلا ما حتى واحد ما كيقاسمنا هادشي غادي نجلسوا في المعارضه الى يوم يبعث.